على آخر تطورات التظاهرات في بغداد. ينضم إلينا مباشرة من ساحة التحرير الزميل علي أسد. أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني هل وضعتنا في صورة ما يجري الآن في ساحة التحرير؟ تفضل. نعم حسن، أقف حاليا وخلفي ساحة التحرير. حقيقة انسحبنا إلى هذه النقطة بعد مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية. يبدو أن القوات الأمنية تحاول في هذا التوقيت فض التظاهرة حتى وإن كان الأمر بشكل قاسي. نتحدث عن تقدم القوات الأمنية باتجاه المتظاهرين وأيضا عن زيادة ملحوظة في أعداد القنابل الموجهة باتجاههم، ويبدو أن هنالك محاولة لإنهاء التظاهرة في هذا التوقيت. مجموعة من الإصابات من قبل المتظاهرين قد سقطوا منذ الصباح، وحتى هذه اللحظة تضاعفت الأعداد عند ساعات المساء، تقريبا أكثر من 100 مصاب. هذا الذي شاهدناهم، أكثر من 100 مصاب تم تقديم العلاجات الخاصة بهم. في الصباح كان يمنع إدخال عجلات الإسعاف والتوك توك إلى ساحة التحرير، ولكن في هذا التوقيت سمح بإدخال عجلات الإسعاف، وبالتالي شاهدنا الكثير من هذه العجلات تتواجد في داخل الساحة وتنقل المتظاهرين إلى المستشفيات القريبة، بالإضافة إلى عجلات التوك توك التي تنقل المتظاهرين المصابين من جسر الجمهورية باتجاه النقطة خاصة هنا في ساحة التحرير توفر العلاجات. نشاهد يعني خلو الساحة، شبه خلو الساحة مع انسحاب جزئي للمتظاهرين، بالرغم من عدم وجود أوامر رسمية بالانسحاب كما حدث في ساحة النسور، وإنما المتظاهرون شيئا فشيئا بدأوا بالتقلص والأعداد بدأت بالتقلص نسبيا. بعد يعني يوجد أيضا هنالك أعداد عند جسر الجمهورية وأيضا بمقتربات ساحة التحرير، ولكن بشكل عام ليست كما كانت عليه عند ساعات الظهيرة وساعات الصباح عندما كانت الأعداد كبيرة جدا وملأت جنبات ساحة التحرير. لا تزال الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير مغلقة بشكل كامل أمام دخول العجلات، ولكن يسمح للمتظاهرين بعد التفتيش الدقيق بالدخول إلى هنا. الأوضاع يعني حسن حقيقة مربكة نوعا ما في هذا التوقيت، ومع دخول ساعات المساء يبدو الارتباك واضحا، وهذا ما يدفع عدد كبير من المتظاهرين إلى الانسحاب. هنالك حديث عن وجود قوات أمنية في داخل الأفرع القريبة من ساحة التحرير، وهذا يشكل انسحابا بالنسبة للمتظاهرين. نشاهد انسحاب جزئي هنا باتجاه العجلات التي تتوفر عند السعدون، وبعد ذلك يعود المتظاهرون إلى مناطق. علي، هل تم قراءة بيان ما في ساحة التحرير على غرار ما جاء في تشرين؟ نعم، كنت أتحدث عن هذا الموضوع. لا يوجد نصب خيام حتى اللحظة يمنع إدخال الخيام إلى هذه النقطة. لم نشاهد حتى الخيام التي توفر مثلا. نعم علي، سألتك هل تم قراءة بيان في ساحة التحرير على غرار ساحة النسور؟ نعم، التنسيق هنا يختلف عن التنسيق في ساحة النسور. لا يوجد، يبدو يعني بحسب ما نشاهد لا يوجد قيادة موحدة، وبالتالي لا يوجد بيان أذيع في داخل الساحة، ولا يوجد تنظيم لعملية دخول وخروج المتظاهرين، إنما الأمر جاء بشكل عبثي. هنالك متظاهر يدخل وثم يطالب بحقه وثم يغادر، البعض منهم يبقى. لا يوجد بيان محدد، لا يوجد قيادة واضحة كما في ساحة النسور، شخص يرتقي منصة مثلا ويلقي على المتظاهرين مجموعة من النقاط أو مجموعة من المطالب أو يحدد عمليات مفاوضة أو تفاوض مع الحكومة. لا يوجد هذا الأمر في ساحة التحرير، وإنما هنالك متظاهرون يحاولون الوصول إلى الحواجز الكونكريتية، قد صدوا من قبل القوات الأمنية. طبعا منذ الصباح حتى هذه اللحظة لم يستطع المتظاهرون سوى عبور البوابة الحديدية الوحيدة التي تمكنوا من اجتيازها، أما الحواجز الأخرى فلم يتمكنوا، صعوبة بالغة جدا في عملية الوصول نحو جسر الجمهورية. وبالتالي كما تشاهد في هذا التوقيت انسحاب جزئي للمتظاهرين ومن ثم العودة إلى منازلهم. نعم، الزميل علي أسد من ساحة التحرير كنت معنا وعلى الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.